بدنا طبعا كيكه الشوكولاته والعسل مع البسكويت للقاعده البيس. بدنا كوبين بسكويت مطحون، نصف كوب من العسل وربع كوب من الزبده. الوجه بدنا لتر حليب، بدنا كوب شوكولاته ساده وثمان ملاعق من النشا، كوب من السكر وشويه من الفانيلا. انا خلوني مبدئيا اغلي الحليب مع السكر على النار حتى يصير في عندي عمليه غليان والنشا، وبعديها بنحكي عن باقي الوصف. هاي الحليب السكر. هاي السكر وكمان راح اضيف النشا عليها وابدا في عمليه الخلط وغليانها. غلبي بس عمو المضرب. شكرا يا بنتي يا آية. يسعدك. شوف بنتي آية تعالي لهون. يب تعالي حركي هالحليبات. الله يرضى عليك. خليني انا بس اخلط قبل ما تخلص فيه. يب اخلط القاعدة اللي حسويها، اللي هي طبعا عبارة عن بسكوت مطحون، رايح اضيف له هذا البسكوت الزبدة السائحة مع العسل. اذا بسكوت مطحون راح اضيف له الزبدة للقاعدة هاي، نفس قاعدة الشيز كيك بس بتختلف شوية، وراح اضيف له اكيد العسل. وبعديها رايحين نخلط هالقاعدة. وهي كمان بنتي آية صارت تقريبا خالط عم تخلط الحليب، بس يبدا عندك يشد يا آية. رايحين نضيف الشوكولاته عليه. عليك. احسنتي احسنتي يا آية. هي عندي هون القاعده صارت جاهزه. الان بدي اضيفها لقعر قالب كيك قياس 24 سنتي. اذا بعد ما اضفنا الحليب والسكر والفانيلا غلي عندي. يا سلام. اضفنا الشوكولاته على الخليط. انت شايف دائما بتتوصف فيه بتعملي وصفات فيها شوكولات. بس اكون معك. البسكوت لما ضفنا له العسل والزبده رايح اضغطه منيح داخل. يا سلام. شو رايك؟ حليب؟ والله مساعد جيد. بنتي بنتي بتجنن. ماشي يا عمو. يلا الان صبي هون. وصلى الله وبارك. واو. انزلي 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 قوي قلبك. يا سلام. ممتاز. رايحين نضيف المعلمة. معلمة. حركة يا حركة المعلمين. بنضيف عليها بنضيف عليها الجوز المطحون. يستحسن تحضير هذا القالب قبل بيوم، يعني بنسويه بناكله ثاني يوم حتى يبرد معنا بالثلاجة. كثير سهلة. سهلة وطيب جدا جدا.